كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا إخبار من الله جل وعلا بأنه قدر الموت على كل نفس ممن قدرت عليهم الوفاة، فكل بني آدم سيموتون ولن يبقى أحد منهم، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا مما يدعو الإنسان إلى أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الأعمال الصالحة التي ينتفع بها في الآخرة. ومن هنا فإن المؤمن عندما يستشعر أنه سينتقل إلى الدار الآخرة وسيقف بين يدي رب العزة والجلال وسيحاسبه على أعماله، فإنه حينئذ سيستعد لذلك الموقف العظيم. وهذه الآية قد وردت في سياق آيات سابقة تذكر بأن أعداء الرسل كانوا يقولون بأننا نتربص بأنبياء الله الموت وريب المنون، فبين الله جل وعلا أن هذه طريقة مسلوكة للجميع وأن الجميع سيموتون. وبالتالي نعلم أن الله جل وعلا لم يجعل لأحد من البشر السابقين الخلد، ولن يجعل لهؤلاء المخاطبين. فإذا مات رسول الله فإن أنبياء الله السابقين قد ماتوا، وإذا كان سيموت فإنكم جميعا ستموتون. ومن هنا نستشعر أن كل نفس ذائقة الموت، وهذا يشمل جميع نفوس المخلوقات، فالموت كأس لا بد أن يشرب منه الجميع وإن طال عمر الإنسان. ولكن الله جل وعلا أوجد الناس في الدنيا من أجل أن يقوموا بعبادته، وقدر عليهم المقادير بالخير والشر من أجل اختبارهم هل يعبدون الله جل وعلا في هذه الأحوال المختلفة أو لا. فقدر لبعض عباده الخير وقدر لآخرين الشر، وقدر الغنى والفقر والعز والذل، وقدر الحياة والموت من أجل اختبار العباد فتنة لهم، ليبلوهم أي ليختبرهم من هو أفضلهم في العمل من جهة إخلاصه في النية ومن جهة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإلينا ترجعون، أي سيعود الناس بعد وفاتهم إلى الله جل وعلا فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم على وفقها، إن عملوا الخير وجدوا أحسن منه، وإن عملوا الشر جازاهم الله بجزائه، وما والله جل وعلا عادل في العباد. وبالتالي نعلم أنه لن يبقى أحد من الناس في هذا الدنيا، وأن مقادير الله بالموت ستشمل الجميع كائنا من كان.